بسم الله الرحمن الرحيم، أهلا بكل مشاهدي قناة الأهلي في كل مكان في مصر والوطن العربي الكبير، وحلقة جديدة من برنامج الترند. حلقة مهمة جدا اللي بالتأكيد فيه أحداث بالتأكيد بعد مباراة القمة ما بين الزمالك والأهلي، وبالتأكيد النادي الأهلي النهاردة كان قال خبر رسمي بخصوص بعض الشكاوى اللي تم تقديمها خلال الساعات الأخيرة ردا على الشكوى التي قدمها نادي الزمالك بخصوص محمود عبد المنعم كهربا. وبالتأكيد الأحداث للأسف سلبية عقب مباراة القمة، رغم أن المباراة خلال التسعين دقيقة وعقب التسعين دقيقة كانت إيجابية وكانت بتتسم بالروح الرياضية الكبيرة من كلا الفريقين ومن كلا اللاعبين وأيضا كمان من الجهاز الفني لكل فريق. حلقة النهاردة فيها تفاصيل وكواليس كثيرة جدا وفيها موضوعات مهمة، وكمان زي ما وعدناكم امبارح كل الأخبار الجديدة بخصوص الأهلي في دوري أبطال إفريقيا وكأس العالم للأندية، والاستحقاقات القادمة للنادي الأهلي هتكون فقط وحصريا معاكم عبر شاشة قناة الأهلي ومن خلال برنامج الترند. لذلك الحلقة النهاردة دسمة كالعادة وفيها تفاصيل مهمة جدا، لكن بسرعة نبدأ حلقتنا بسؤال حلقة النهاردة. وسؤال حلقة النهاردة متعلق بمباراة البنك الأهلي غدا، عايز أعرف توقعات حضراتكم لتشكيل الأهلي في مباراة البنك الأهلي وكمان توقعاتكم لنتيجة اللقاء. تقدروا تشاركوا معنا عبر صفحاتنا على السوشيال ميديا عبر الفيسبوك وتويتر وإنستجرام، وفي نهاية الحلقة إن شاء الله هستعرض أكبر قدر من أراكم ومشاركاتكم على توقعاتكم للنتيجة. لكن بسرعة نروح لأهم العناوين في ترند الأهلي. الأهلي يتقدم بثلاث شكاوي ضد رئيس الزمالك، وكمان كاف يعلن موعد مباريات الأهلي في دوري الأبطال، وأخيرا الليلة منتخب مصر لكرة اليد يواجه الدنمارك في بطولة العالم. استعراض مباريات اليوم، بالتأكيد بداية الجولة ال 15 والنهاردة في أربع مباريات. انتهت مباراتين منذ قليل ما بين فاركو كان بيواجه إنبي، وإنبي قدر يفوز على فاركو بهدف مقابل لا شيء. وفي المباراة الثانية أسوان تعادل مع الإسماعيلي تعادل سلبي 0-0. الساعة 7 في مباراتين أيضا في الجولة ال 15، الاتحاد السكندري يستضيف حرس الحدود ديربي سكندري، نتمنى التوفيق للفريقين. وفي نفس التوقيت سيراميكا كليوباترا يستضيف طلائع الجيش. نروح بقى لدوري المتعة والقوة والإثارة، الدوري الإنجليزي. الساعة 10 من مساء اليوم فولهام بيستضيف توتنهام هوتسبير، وفي الدوري الأسباني فالنسيا بيواجه الماريا في الساعة 10 أيضا من مساء اليوم. نروح للدوري الإيطالي، الساعة 7:30 بولونيا بيستضيف كورمونيزي، والساعة 10 إلا ربع إنتر ميلان بيستضيف إمبولي. كل التوفيق إن شاء الله النهاردة في متعة ومشاهدة مباريات قوية سواء محلية أو حتى أوروبية، وجولة ما بين الدوري الإنجليزي والإيطالي والأسباني. أخرج إلى فاصل وبعد الفاصل نرجع لسه عندنا كلام مهم جدا وحديث مهم جدا عن شكوى النادي الأهلي لاتحاد الكرة ولجنة الانضباط ورابطة الأندية المحترفة فيما حدث من تجاوزات رئيس نادي الزمالك. أهلا بحضراتكم من جديد. يمكن النهاردة صباح اليوم النادي الأهلي تقدم بثلاث شكاوي إلى كل من الاتحاد المصري لكرة القدم ورابطة الأندية المحترفة ولجنة الانضباط ضد رئيس الزمالك لقيامه بسب وشتم كهربا والتحقير من اللاعب، وذلك عبر وسائل الإعلام المختلفة وقناة ناديه الرسمية. قام فيها بسب وشتم محمود عبد المنعم كهربا لاعب النادي الأهلي ونجم منتخب مصر بألفاظ يعاقب عليها القانون والتجاوز في حق والديه والتحقير من اللاعب والتنمر عليه ووصفه بالقرد والكلب والصعلوك، وإنه للأسف بعض المسميات اللي يعف لساني عن ذكرها للأسف في الفترة الأخيرة، وكثير من التجاوزات التي تخدش الحياء. وكذلك قيام رئيس الزمالك بالاستهزاء والتطاول على النادي الأهلي ومجلس إدارته، وهو الأمر الذي يخالف كل المبادئ والقيم وقوانين ولوائح الاتحادين المصري والدولي لكرة القدم، بل ويثير الفتن ويساعد على الاحتقان بين الجماهير القروية. وطلب النادي في شكواه بتطبيق اللوائح بوصف رئيس الزمالك ممثلا لناديه عن أحد عناصر اللعبة. وقدم الأهلي حافظة مستندات تضم استوانات مدمجة تحتوي على نماذج من التجاوزات والسب والشتم الذي قام به رئيس الزمالك في حق اللاعب محمود كهربا،
وكذلك بحق النادي الأهلي ومسؤوليه. ده خبر رسمي النهاردة النادي الأهلي أعلنه من خلال منصاته الرسمية وعبر موقعه الرسمي بخصوص التجاوزات التي تمت من خلال رئيس الزمالك خلال الساعات القليلة الماضية عبر وسائل الإعلام المختلفة ومن خلال قناة ناديه. وبالمناسبة انت هنا الشكوى ضد أحد عناصر اللعبة، رئيس النادي هو أحد عناصر اللعبة، وسبق قبل كده أن اتحاد الكرة كان عاقب عدد من أعضاء مجلس إدارة نادي الترسنة بسبب خروجهم عن النص وعدم التزامهم باللوائح والقوانين في إحدى مباريات دوري القسم الثاني. بالإضافة إلى ذلك في إحدى المرات لجنة المسابقات عندما ناقشت بعض الأمور الخارجة عن النص لبعض الأعضاء المسؤولين في أحد الأندية سابقا خرجت توصيات بعرض الأمر على إحدى اللجان المختصة ومجلس إدارة اتحاد الكرة، وبالتالي رئيس النادي أو عضو مجلس الإدارة هو أحد عناصر اللعبة وبالتالي يندرج تحت طائلة العقوبات طبقا للوائح الاتحاد الدولي والاتحاد المصري لكرة القدم. طيب، نقطة مهمة جدا عايز أبدأ بها كلامي تعليقا على الأحداث التي حدثت للأسف بشكل سلبي عقب نهاية هذه المباراة، رغم أن المباراة في حد ذاتها خلال التسعين دقيقة وعقب التسعين دقيقة المباراة اتسمت بالروح الرياضية وكلنا كنا سعداء ومبسوطين بهذا الشكل الحضاري، رغم أن ده الطبيعي وده المنطقي، أنت بتلعب مباراة كرة قدم فبالتالي هي رياضة، فالمنطقي أن المباراة تخرج بشكل طبيعي جدا وفي إطار الروح الرياضية بين كلا الفريقين، لاعب الأهلي لاعب الزمالك الاتنين بيلعبوا في منتخب مصر والاتنين موجودين مع بعض في معسكرات أكتر ما موجودين مع أسرهم. حتى عقب نهاية المباراة مفيش أي ما يعكر سفو مباريات القمة، لكن للأسف بعض التصريحات السلبية التي خرجت بالأمس هي اللي عقرت السفو ومزاج الحالة الرياضية ومزاج كل المتابعين للشأن الرياضي في مصر خلال الساعات الأخيرة. عايز أكد على عنوان مهم جدا، كهربا بيجني ثمار اختياره الرائع للنادي الأهلي والمنافس ظلم نفسه. ده باختصار للأحداث الأخيرة اللي انتوا شايفينها، اللاعب اختار الاختيار السليم بعد تجربة قصيرة في رحلة الاحتراف في البرتغال واختاروا ان لما يرجع مصر تكون من خلال بوابة النادي الأهلي، وتألق وظهر بشكل جيد جدا حتى لما صدرت عقوبة انضباطية بحقه خلال الفترة الأخيرة، ثم عاد ظهر بشكل مميز في مباراتي سموحة والزمالك، وبالتالي كهربا إضافة كبيرة جدا مش للأهلي بس ده كمان لمنتخب مصر، فالحمد لله وجوده في الأهلي انتصار ونجاح ليه قبل أي حد تاني. والناس ممكن تكون مستنية مننا اللي احنا نطلع نعقب ونعلق على الأحداث اللي البعض وصفها إن هي خارجة عن النص في استاد القاهرة عقب نهاية المباراة، لكن مش منطقي إطلاقا أقف في موقف الدفاع عن اللاعب في الشكوى التي تقدمت ضده في رابطة الأندية المحترفة، لأن أساسا مفيش موضوع مفيش قضية. فكرة انك تبقى في موقف المدافع وتتناول قضية من لا شيء، قضية من الهوى عشان تصنع لها حدث، انا على المستوى المهني مش هسمح بده، لا في قضية ولا في موضوع اصلا يحتاج المناقشة، ولا احنا في مساحة اللي احنا ندافع عن لاعب في موقف اصلا لا يحتاج الى الدفاع، لان مفيش اي خروج عن النص ولا في اي تطاول مباشرة تجاه اي فرد من المنظومه الرياضيه، وبالتالي كهربا اساسا مفيش موضوع عشان نطلع ندافع عنه. ولكن في نقطه بقى مهمه جدا لازم اتكلم فيها، بعد انتهاء فتره الايقاف وبدء مشاركه كهربا مع النادي الاهلي في نصف نهائي كاس مصر امام سموحه، اصبح اللاعب حاليا بالتاكيد مع النادي الاهلي، وبالتالي النادي الاهلي بشكل طبيعي جدا ومنطقي جدا يدافع عن اللاعب بتاعه حتى اخر لحظه. وهو مش طبيعي ولا منطقي اطلع دايما او الاعلام دايما يطلب من كهربا الالتزام والتركيز، الالتزام والتركيز، واللاعب ملتزم وبيركز وظهر بشكل طيب عكس كل التوقعات اول ما رجع من الايقاف ولعب مباراتين. فهل من المنطقي ان انا اساهم او اسكت على لاعب عندي بيتعرض لكل هذه التجاوزات وما دافعش عنه؟ اطلاقا لا القيم ولا المبادئ تسمح بكده، ما انا بطالب اللاعب بالالتزام، اللاعب بيلتزم، يبقى بالتالي لما بقى في حد بيوجه له اي نقد او اي نقد ايه اي خروج عن النص لازم اقف في صف اللاعب بتاعي واقف في ظهره واحميه من اي تجاوز، وده اللي بيعمله النادي الاهلي دلوقتي. كهربا ملتزم
ملتزم في التدريبات، ظهر بشكل جيد في المباراتين، تألق في مباراة الزمالك كما هي عادته، ولم يخرج عن النص، وبالتالي حق اللاعب عليا زي ما بطلب منه انه يلتزم، حقه عليا ان انا دافع عنه لغاية اللحظة الأخيرة. وبالفعل ما حدث بالأمس هي البداية، لأن الشكاوى اللي تم تقديمها النهاردة للأطراف الثلاثة المنوطة بهذه القضايا، سواء رابطة الأندية أو اتحاد الكورة أو لجنة الانضباط، أكيد هيتخذ فيها قرار. وإذا لم يتخذ فيها قرار أكيد في خطوات أخرى. يعني المسافة للفيفا مش بعيدة، ولائحة لجنة القيم واضحة بالمناسبة. يعني أي شخص ممكن يعتقد أنه لما يخرج عن النص في تصريحات صوت وصورة ضد أي عنصر من عناصر اللعبة أو ضد لاعب النادي الأهلي أو ضد مسؤول النادي الأهلي هتمر مرور الكرام، لا، يبقى واهم. لأن الأمور هنا متعلقة بلوائح دولية قبل ما تكون لوائح محلية، واللوائح المحلية ما ينفعش تحط نصوص عكس اللوائح الدولية. وبالتالي لجنة الانضباط ورابطة الأندية واتحاد الكورة أمامهم شكوى رسمية فيها مستندات رسمية واسطوانة مدمجة فيها كل التصريحات، وعندكم لائحة القيم والأخلاق، أعتقد اللائحة واضحة. وإذا لم يتم تنفيذ نصوص هذه اللائحة المسافة مش بعيدة، ساعتين، والقرار سهل جدا وهيبقى واضح جدا، وأعتقد هيبقى ليه دور كبير جدا في إرساء العدالة والاحترام ما بين أطراف المنظومة الرياضية. أعتقد كلام مهم جدا ورسالة مهمة جدا كان لازم أقولها النهاردة بخصوص هذا الأمر. مش هنقف في موقف المدافع لأن أصلا مفيش قضية، ولكن بما أنك أنت بتخلق قضية فأنت عندك قضية أكبر وأهم وفيها نتائج قد تكون عكسية خلال الفترة اللي جاية نتيجة هذه التصريحات الغير مسؤولة اللي احنا سمعناها بالأمس. طيب ايه المفروض اللي يحصل خلال الفترة اللي جاية؟ حسب المعلومات الواردة إلينا ان رابطة الأندية احالت الامور للجنة الانضباط، واتحاد الكرة يحيل الامور للجنة الانضباط. ننتظر ونرى ماذا سيحدث خلال الساعات القادمة. ولكن حد النهاردة يطلع ويقف ويدافع على ان كهربا حصل وما حصلش يبقى غلطان. مفيش قضية اصلا، مفيش موضوع اساسا. وبعدين لما ترجع للفيديو تلاقي خمس ست لعيبة، انت اخترت كهربا ليه؟ يعني ايه الفكرة انك تختار كهربا؟ هو للدرجة دي يعني الموضوع كان صعب جدا؟ هي مباراة، هي 90 دقيقة، لاعب تألق وتفوق وكسب وكسب فرقته طبقا للوائح وطبقا للقوانين. لاعب شارك وأضاف في هذه المباراة كما أضاف في مباراة سموحة، وإن شاء الله بإذن الله مستمر بشكل جيد الفترة اللي جاية. وزي ما قلت اللاعب بيلتزم واللاعب ماشي بشكل كويس جدا مع النادي الأهلي، فبالتالي دور النادي الأهلي إنه يدافع عن اللاعب حتى اللحظة الأخيرة، إن ده مسؤولية. قضية كهربا في المحكمة الرياضية أو في الفيفا ده قرار نهائي ومنتهي، والموضوع ده أصلا لا مساس في الحديث فيه. الغرامة مش الغرامة دي قصة تانية خالص، لكن هنا احنا في كيس وفي قضية تانية متعلقة بلاعب في صفوف النادي الأهلي بيحاول البعض إنه يجبره على اتخاذ خطوات أو إنه يجبره على الاعتزال، مش هنسمح بيها. ده لاعب ظهر بشكل جيد، لاعب التزم، لاعب أضاف للكرة المصرية وهيضيف للكرة المصرية في الفترة القادمة، فلازم كلنا نحافظ عليه، لازم كلنا نحافظ عليه. وكمان في نقطة تانية، أنا مش قادر أستوعب ولا أفهم إن لما يحصل خروج عن النص لفترات طويلة جدا محدش بيعترض. أول ما الأمر يكون متعلق بلاعب في الأهلي أو متعلق بالأهلي، طلع يا سيدي كتاب الدين من الشنطة وابدأ اتكلم. يعني أنا مش قادر أستوعب والله بجد الفكرة في حد ذاتها، لما المعايير والأسلوب اللي ممكن البعض يتناول بيه قضية بتختلف معاييره من موضوع لموضوع، رغم إن القضية كلها واحدة. يعني التجاوز هو التجاوز، هتنتقد هنا يبقى تنتقد هنا، ما انتقدتش هنا وبتنتقد هنا يبقى هنا في أمر ما، هنا في أمر ما. مش عارف يعني هل المهنية اللي أنا يبقى عندي معايير متضاربة؟ أنا عارف إن في بعض الناس ممكن إن جينات المدرج لسه متأصلة فيها، والتشجيع جواها لسه مؤثر فيها، وفي بعض القضايا ما بيقدرش يخفي انتمائه، وكلنا عارفين ده. ولكن في النهاية ما هو الكلام ده يا جماعة بيؤثر بشكل سلبي على الجماهير. فمهم جدا الفترة اللي جاية المعايير والمسطرة تبقى واحدة، حتى لو جينات المدرج ممكن تكون مؤثرة فيك بالشكل ده. أتمنى الفترة الجاية تكون المعايير واحدة
وزي ما قلت النادي الاهلي تقدم بثلاث شكاوي، وبالتاكيد لغايه اللحظه الاخيره مدافعا عن لاعب محمود كهربا احد نجوم الكره المصريه ونجم النادي الاهلي، وللاسف كمان كان في تجاوزات ضد مسؤولي النادي الاهلي، لكن اكيد اداره النادي الاهلي بتعرف تجيب حقها بشكل كويس جدا طبقا للوائح والقوانين. طيب موضوع تاني، وزي ما وعدتكم امبارح كل الاخبار المتعلقه بدوري ابطال افريقيا خلال الفتره اللي جايه هتبقى من خلالنا هنا في برنامج الترند. النهارده الاتحاد الافريقي حدد بشكل رسمي مباريات الاهلي في دوري ابطال افريقيا بدءا من الجوله الاولى حتى الجوله الخامسه، وترك تحديد موعد الجوله السادسه والاخيره لحين معرفه النتائج، عشان ممكن تكون الجوله الاخيره المباريات في توقيت واحد. هنستعرض مع بعض الجدول اللي فيه مباريات الاهلي في دوري ابطال افريقيا واللي هيستأنف فيها المباريات عقب العوده من كاس العالم للانديه. طيب المباراه الاولى هتكون 18 فبراير، الهلال السوداني والاهلي هتتلعب في استاد ام درمان في الخرطوم الساعه 3 العصر يوم السبت 18 فبراير. طيب المباراه التاليه في الجوله الثالثه السبت 25 فبراير، الاهلي وصن داونز على ملعب السلام الساعه 9 مساء. المباراه الثالثه اللي هي مؤجله من الجوله الاولى السبت 4 مارس، الاهلي والقطن الكاميروني على ملعب السلام الساعه 6 مساء. الجوله الرابعه 11 مارس صن داونز والاهلي في بريتوريا الساعه 3 عصرا. الجوله الخامسه 17 مارس يوم الجمعة القطن الكاميروني والأهلي على ملعب جروة الساعة 6 مساء. يبقى إذن ده ترتيب مباريات الأهلي، الهلال والأهلي، الأهلي صن داونز، الأهلي القطن، صن داونز الأهلي، القطن الكاميروني والأهلي. جزئية أخيرة، مباراتين الأهلي مع صن داونز والقطن الكاميروني في الجولة الثالثة ومؤجل الجولة الأولى هتتلعب على ملعب السلام. ليه؟ ناس كتيرة بتقول لي غالبا هنلعب في استاد القاهرة زي ما دلوقتي بنلعب في الدوري. أنا اتكلمت النهارده مع أكثر من مسؤول في الاتحاد الإفريقي وأكدوا لي نظراً إن كأس الأمم الإفريقية للشباب هتتنظم في مصر في الفترة من 19 فبراير ل 12 مارس، فتقرر رسمياً، والكلام ده على مسؤوليتي وخدوه رسمي وعناوين ممكن تحطوها دلوقتي. تقرر رسمياً أثناء إقامة كأس أمم إفريقيا للشباب الأهلي هيلعب مع صن داونز والقطن في ملعب السلام، والزمالك إذا صدفت في هذه الفترة مباريات في دوري أبطال إفريقيا في القاهرة هتتلعب في استاد برج العرب. كلام نهائي وكلام رسمي من خلال مصادر رسميه تواصلت معاها النهارده في الاتحاد الافريقي. اخر حاجه قبل ما اطلع الى فاصل، تقرر رسميا ايضا تحديد حكام مباراتي الاهلي في الجوله الثانيه امام الهلال السوداني والجوله الثالثه امام صن داونز. الجوله الاولى اتاجلت مع القطن الكاميروني فلسه ما تحددش مين الحكام. الهلال والاهلي على ملعب ام درمان في الخرطوم يوم 18 فبراير الساعه 3 العصر، يقود المباراة طاقم تحكيم موريتاني بقيادة دحان يبدا. طاقم تحكيم موريتاني كامل هيدير مباراة الهلال والأهلي في السودان يوم 18 فبراير. طيب الأهلي وصن داونز على ملعب السلام يوم 25 فبراير الساعة 9 مساء، هيدير المباراة طاقم تحكيم اثيوبي بقيادة بملاك تسيما. كلنا عارفين بملاك تسيما في السنة الأخيرة ليه قبل الاعتزال هو اللي هيكون حكم مباراة الأهلي وصن داونز. أخرج إلى فاصل، وبعد الفاصل نرجع لسه عندنا المزيد والجديد في برنامج الترند. اهلا بحضراتكم من جديد وفقره ترند الاهلي، ونشوف مع بعض المحتوى اللي موجود على السوشيال ميديا، والبدايه مع الحساب الرسمي لرابطه الانديه المحترفه. حان وقت الاعلان عن لاعب الجوله ال 14 صاحب الهدف الافتتاحي في ديربي القاهره كهربا الذي اشعل القمه. نجم الاهلي محمود عبد المنعم كهربا هو لاعب الجوله بناء على تعليقات وردود المتابعين عبر مواقع التواصل الاجتماعي الخاصة بنا. انتوا عارفين كهربا في لاعب الجولة ال 14 خد كام في المية؟ يعني انتوا لو عرفتوا الرقم او النسبة اللي حصل عليها كهربا هتبقى مفاجأة لناس كتيرة. انت بتتكلم في 99% قدامكم على الشاشة اهي، دي النسبة المئوية لمحمود عبد المنعم كهربا 99% واموتو 1%. وبالمناسبة انت ممكن تلاقي ما يقرب من حوالي من 80 الى 90000 بيصوتوا على لاعب الجوله ال 14 زي قوي اي جوله سابقه. بصوا يا جماعه الامر عشان نجيب من الاخر، طالما بتتكلم في شعبيه وجماهيريه مع كامل احترامي النادي الاهلي هو رقم واحد، وعلى فكره دي مش وجهه نظرنا ولا كلامنا. شوف الاتحاد الدولي لما جه يختار مين من مصر اختار النادي الاهلي. الاتحاد الافريقي لما بيختار وبيتكلم على الاكثر شعبيه بيتكلم وبيقول النادي الاهلي. فأي لاعب من النادي الأهلي هيكون في تصويت الجولة مليون في المية، وأنت مغمض عينك
يوم ما النسبة تقل عن 98 97% تحس إن في حاجة غلط. لكن كهربا بنسبة 99% هو لاعب الجولة ال 14 بالتوفيق يا كهربا، وبداية وانطلاقة قوية جدا مع العودة، وإن شاء الله الفترة الجاية هتكون أفضل وأفضل، ودايما هتكون مستمر مع النادي الأهلي في المباريات الرسمية. طيب نروح كمان لحساب كورة بلس، وطبعا بعد المجهود البدني الكبير في مباراة الزمالك، كولر يدرس إراحة علي معلول في مباراة الأهلي ضد البنك الأهلي. بالمناسبة مش معلول بس، يمكن في اتجاه كمان لإراحة أكثر من لاعب من ضمنهم معلول وكهربا، لكن هننتظر النهاردة لما نشوف بعد التدريب الختامي القائمة والمعسكر اللي هيختارها كولر استعدادا لمواجهة الغد أمام البنك الأهلي. طب الوطن الرياضي وبيقولوا إن كولر يجري ثلاث تغييرات في تشكيل الأهلي أمام البنك الأهلي. طيب الفكرة إن عودة محمود متولي، هل هيستمر خالد عبد الفتاح ولا هيغير؟ علي معلول هيغيب بسبب الإجهاد العضلي، فممكن مين يدخل مكانه؟ هل محمد أشرف أو رأفت خليل؟ وكمان في اتجاه لإراحة حمدي فتحي لاعب خط الوسط بعد المجهود الكبير في المباراة، وكمان كان لسه راجع من إصابة جزع في الكاحل، وممكن يدخل بدلا منه مروان عطية. هي عبارة عن توقعات وليست معلومات رسمية، انتظارا بقى للتشكيل الرسمي غدا أو القائمة اللي هيختارها مارسيل كولر. طيب يلا كورة، مصدر ليلا كورة، الضمة تهدد مشاركة كهربا ضد البنك الأهلي. زي ما قلت يمكن كهربا خرج مباراة الزمالك بعد المجهود البدني الكبير، لعب مباراتين بشكل رائع جدا، مباراة سموحة مباراة الزمالك عمل فيهم مجهود بدني كبير، فالجهاز الفني بيفضل انه ممكن يريح كهربا بعد ما شعر بإجهاد عضلي في العضلة الضمة. عندنا بعدها على طول السفر للمغرب كأس العالم للأندية، ففي اهتمام وحرص على العناصر الأساسية اللي بالتأكيد هيكون من ضمنها في كأس العالم كهربا وعلي معلول وحمدي فتحي في مباريات مونديال الأندية. نروح كمان لحساب كريم فؤاد، وكريم فؤاد عبر حسابه على الانستجرام حاول ان هو يطمن كل الناس، ونشر صورته بعد جراحة الرباط الصليبي بالنمسا، وكان معاه كمان الطبيب النادي الأهلي دكتور وفا، فإن شاء الله بإذن الله كل التوفيق يا رب الكريم فؤاد، وإن شاء الله يرجع بسرعة جدا خلال الفترة اللي جاية. إصابة جت في توقيت صعب جدا سواء لكريم أو أكرم توفيق، لكن إن شاء الله الأيام بتجري بسرعة وهيرجعوا بسرعة إن شاء الله للملاعب عقب إنهاء البرنامج التأهيل للرباط الصليبي. للأسف بياخد فترة كبيرة ما بين 6 شهور إلى 9 شهور. طيب سبورت 360 مصرية يمكن عمل إحصائية رقمية على قائد خط الوسط حمدي فتحي. حمدي فتحي تحت قيادة مارسيل كولر لعب 14 مباراة، أحرز 4 أهداف وعمل 2 أسيست. ما تقييمك لأداء اللاعب مع الأهلي هذا الموسم؟ تديله كم من 10؟ يعني الناس بتتفرج علينا وبتتابعنا لما تشوف الأرقام دي، وأنت كمان عارف مستوى حمدي فتحي من غير ما تقرأ أي أرقام، لو عايز تديله كم من 10؟ أنا لو عليا والله هديله 11 من 10، مش 10 من 10. حمدي فتحي لعيب أساسي محوري، ما بيتكلمش، هادي، بينفذ التعليمات، تألق مع فايلر، تألق مع موسيماني، تألق مع كولر، ده إن دل على شيء بيدل إن هو لاعب إمكانياته كبيرة، ربنا يحفظه يا رب من شر الإصابات. طيب نروح لحساب فيفا كأس العالم للأندية، وزي ما قلت يمكن إحنا عندنا أحداث كتيرة. بنتكلم عن دوري أبطال إفريقيا وبنتكلم عن كل الأحداث، النهاردة معانا حساب الفيفا بيتكلموا عن استفتاء اللاعب الشاب العربي الأفضل في كأس العالم للأندية فيفا المغرب 2022. أحمد عبد القادر تفوق على سعود عبد الحميد لاعب الوداد واسماعيل المترجي لاعب الهلال. احمد عبد القادر 96.9 من 10، سعود عبد الحميد لاعب الوداد اللاعب الشاب 2.1 من 10، اسماعيل المترجي لاعب الهلال السعودي 1.1 من 10. بصوا يا جماعه زي ما قلت استفتاء على رابطه الانديه، استفتاء على موقع الفيفا، يوم ما تلاقي الاستفتاء ونتيجه التصويت اقل من 97 96% تحس ان في حاجه غلط، لكن لغايه دلوقتي الحمد لله مفيش حاجه غلط، ودايما الاستفتاءات لعيبه النادي الاهلي رقم واحد. اخر حاجه معايا ومن حساب بطولات والكلام على الصفقات والتدعيمات، في تصريح لجوهين كازانجي المدير الرياضي لنادي بشكتاش التركي عبر بطولات، بيقول فيها محاولات الاهلي لضم جاكسون موليكا على سبيل الاعاره او البيع، لا، هذه الاخبار كاذبه، لن نبيع أو نعير مولكا في يناير حتى إننا لم نتلقى أو لم نلتقي مع أي مسؤول من الأهلي. يعني الراجل بينفي نفي وبيجزم بشكل نهائي إن لا حصل لقاءات ولا في كلام على بيع ولا في كلام على إعارة. ده تصريح رسمي
لمسؤول في نادي بشكتاش مع موقع بطولات. عموما هننتظر الفترة اللي جاية، وزي ما أكدت قبل كده وأكتر من مرة، ما تاخدوش أي كلام عن الصفقات إلا من خلال المنصات الرسمية والموقع الرسمي للنادي الأهلي، كلها اجتهادات، وننتظر المعلومة الرسمية والقرار الرسمي خلال الساعات اللي جاية. أخرج إلى فاصل، وبعد الفاصل نستكمل مع حضراتكم باقي فقرات برنامج الترند. أهلا بحضراتكم من جديد والترند المحلي، والنهاردة عندنا برضو كلام مهم جدا، يمكن الأحداث ساخنة سواء في ترند الأهلي أو الترند المحلي. صفحة ايجيبت سبورت نتورك بتتكلم على مباراة مصر ولا الدنمارك. النهاردة المباراة الساعة 9:30 مساء اليوم. الفوز أو التعادل بيساوي مواجهة المجر في الدور ربع النهائي. طبعا مواجهة قوية جدا لمنتخبنا الوطني. الحمد لله يمكن مصر متقدمة على الدنمارك بفارق نقطة، لأن الحمد لله فزنا في كل مباريات المجموعة في الدور التالي زي الدور الأول، والمواجهة الأخيرة مع الدنمارك. الدنمارك اتعادلت مع كرواتيا، فبالتالي لا بديل ليها إلا الفوز على مصر عشان تتصدر المجموعة. لكن الصدارة بالنسبة لنا مهمة، عشان الفوز أو التعادل هيواجه منتخب مصر المجر في الربع النهائي. الخسارة لا قدر الله هتبقى مواجهة قوية جدا مع السويد صاحب الأرض والجمهور في الدور ربع النهائي، ومهم جدا نبتعد عن مواجهة صاحب الأرض والجمهور على الأقل في الدور ربع النهائي والدور نصف النهائي، وإن شاء الله بإذن الله يحققوا إنجاز طيب عشان يحققوا نفس الإنجاز اللي حصل في عام 2001 لما وصلوا للسيمي فاينال. طيب نروح لحساب الوطن الرياضي، وهيبدأ الكلام بقى على المنتخب الأول والأولمبي، لأن في استحقاقات قادمة بالنسبة للمنتخب الأول والمنتخب الأولمبي ومنتخب الشباب. الوطن الرياضي بيقولوا أربع وجوه جديدة على رادار فيتوريا استعدادا لمعسكر منتخب مصر في مارس المقبل. يمكن حساب الوطن سبورت كشف من خلال مصدر في المنتخب ان الظهير الايمن تحت انظار البرتغالي روي فيتوريا بعد اصابه اكرم توفيق، المركز ده اكيد هيكون فيه حسابات بعد اصابه اكرم، فممكن يكون فيه انضمام لمحمد هاني في معسكر مارس. كمان من ضمن الوجوه الجديده ممكن يكون سمير فكري لاعب الداخليه، عبد الرحمن جبنه لاعب المقاولين، كريم طارق لاعب طلائع الجيش، ولكن بشرط انه يكون فيه ثبات في المستوى والحفاظ على الاداء خلال الفتره اللي جايه. كلمه اخيره بخصوص أجندة مارس. منتخب زامبيا الأولمبي كان طلب تعديل في هذه الأجندة، لأن في نفس التوقيت منتخب زامبيا هيلعب مع مصر في تصفيات تحت 23 سنة، وعنده للفريق الأول تصفيات المنتخب الأول المؤهلة إلى كأس الأمم في الكوت ديفوار. هل ممكن يحصل تعديل في أجندة المنتخب الأول أو الأولمبي؟ ده هنشوفه خلال الفترة اللي جاية. وارد جدا أن أجندة مارس تظل كما هي، والمنتخب الأول والأولمبي يلعبوا في نفس التوقيت. ده هنتعرف عليه خلال الفترة جالك لغاية دلوقتي. فيتوريا وميكالي بيحضروا لأجندة مارس زي ما انتوا شايفين. الخبر اللي بعديه مهم جدا، حساب في الجول، خبر في الجول. عماد متعب يتقدم بشكوى ضد مرتضى منصور بسبب التجاوز ضده في تصريحات تلفزيونية وإحالة الشكوى إلى لجنة الانضباط. عماد متعب هو عضو في رابطة الأندية، وبالتالي الشكوى هنا هتكون من رابطة الأندية ضد رئيس الزمالك على التصريحات التي قالها بالأمس، وبالتأكيد لجنة الانضباط هتنظر فيها خلال الساعات اللي جاية. حساب الاتحاد المصري بيلقي الضوء على منتخب الشباب تحت 20 سنة اللي بيستعد في معسكر مغلق بالإسماعيلية في بداية الإعداد لأمم إفريقيا. أمم إفريقيا هتنظمها مصر في الفترة من 19 فبراير ل 12 مارس، وده المعسكر لمنتخبنا الوطني على أمل إقامة مباراة ودية استعدادا ان شاء الله للمراحل النهائيه. دي كانت ابرز الحاجات النهارده اللي معانا في الترند المحلي. اخرج الى فاصل، وبعد الفاصل نستكمل مع بعض باقي فقرات برنامج الترند. اهلا بحضراتكم من جديد والترند العالمي. نروح للترند العالمي ونشوف مع بعض، عندنا كلام مهم جدا لان في احداث مهمه حاليا في انجلترا. يمكن حساب اي بي ال وورلد بيكلموا على ليفربول، وفي كلام كتير جدا بخصوص عمليه بيع النادي خلال الفتره اللي جايه. يخوض ليفربول حاليا محادثات استحواذ مع ممثلي جهاز قطر للاستثمار الذين يستكشفون العديد من الخيارات المتعلقة بصفقة محتملة لشراء النادي. يمكن في الساعات اللي فاتت كانت في صورة مهمة جدا لمحمد صلاح يمكن التقطتها بعض وسائل الإعلام في بريطانيا مع ناصر الخليفي رئيس نادي باريس سان جيرمان، وكلنا عارفين طبعا الشركات الاستثمارية في قطر ودورها في شراء نادي باريس سان جيرمان. هل هيتعلق الامر بنادي ليفربول بنفس الطريقه؟ ولكن على فكره هنا القواعد والقوانين واللوائح بتمنع الجمع ما بين ناديين بيلعبوا في دوري ابطال اوروبا. ممكن تشتري نادي واكثر من نادي في دوريات مختلفه، ولكن لما بتشارك في البطولات الاوروبيه لا يجوز الجمع. فهنترقب ونشوف الفتره اللي جايه موقف ليفربول
من هذا الموضوع واستحواذ بعض المستثمرين لنسب في نادي ليفربول خلال الفترة اللي جاية. طيب حساب في الجول وتصريح مهم جدا لبيب جوارديولا بيقول فيه: هالاند ليس اللاعب الذي يستلم الكرة على بعد 10 أمتار من منطقة الجزاء، هذه ليست قدرته. طيب هو بيستلم الكرة بعد التمريرات التي يقوم بها زملائه الرائعون في الفريق. يعني بيب جوارديولا المدير الفني لمانشستر سيتي عايز يقول حط هالاند جوه السكس ياردة واديله الكرة هيجيب لك جون، لكن تديله الكرة على مسافة 10 أمتار من منطقة الجزاء مش هتلاقي منه أي نتيجة. يعني كل ما يقرب من منطقة ال 18 وال 6 ياردات داخل منطقة الجزاء هتلاقي إنتاج إيجابي جدا وأهداف لا تعد ولا تحصى. عموما دي رؤية بيب جوارديولا المدير الفني للمان سيتي. طيب نروح لكورة بلس وبيقولوا تشيلسي يفتح باب المفاوضات في العروض المقدمة لحكيم زياش. النجم المغربي حكيم زياش في كلام على ان هو ممكن ينتقل خلال الفتره اللي جايه وتشيلسي لا يمانع، وبالتالي هو فتح باب المفاوضات في العروض المقدمه لحكيم زياش. في رغبه من قبار انديه اوروبا في ضم اللاعب خلال انتقالات يناير، ولكن ماذا سيحدث خلال الساعات القادمه؟ سنتعرف على هذا الموضوع قبل نهايه القيد خلال الاسبوع المقبل. حساب اي بي ال وورلد ايضا بيقولوا عاجل: هاري كين لن يمانع من تجديد عقده مع توتنهام مع قرب انتهاء عقده الحالي في 2024. يعني عقده هينتهي السنه اللي جايه 2024، وحاليا توتنهام لو عايز يجدد مع هاري كين، هاري كين ما عندوش مانع انه يجدد ويتم تمديد الفتره ل 2026 او 2027. هي أولوية لكابتن إنجلترا هي النجاح مع السبيرز فريق توتنهام خلال الفترة اللي جاية، وهاري كين أكيد عنصر مهم جدا لتوتنهام هوتسبير خلال الفترة اللي جاية. طيب حساب يلا كورة ونقلا عن صحيفة لاجازيتا ديل سبورت بيقولوا فيها إن ميلان قرر عدم تمديد عقد زلاتان إبراهيموفيتش الذي ينتهي في يونيو المقبل، وبيفكر، يعني الكلام ده على صحيفة لاجازيتا ديل سبورت، بيقولوا ان الميلان بيفكر في منح زلاتان منصب شرفي في إدارة النادي. صعب قوي احنا لغاية دلوقتي، انا والله كل ما افتكر اسم زلاتان ابراهيموفيتش افتكر ان هو اعتزل، ولكن سبحان الله لعيب عنده قدرات كبيرة جدا وعنده تحدي انه يكون موجود في الملاعب لغاية دلوقتي. واكبر تكريم ممكن يحصل لزلاتان ان الميلان حتى بيفكر انه ممكن يديله منصب شرفي خلال الفترة اللي جاية اذا ما لم يتم تمديد العقد بعد شهر 6 المقبل. والكلام ده كله على وحدة صحيفة لاجازيتا ديلي سبورت، طبعا صحيفة إيطالية كبيرة جدا ومعظم أخبارها أو يعني مصادرها بتبقى دقيقة جدا وقريبة من الصحة بنسبة 100%. طيب حساب جول وبيتكلموا على كريستيانو رونالدو، وطبعا كريستيانو موجود حاليا في نادي النصر السعودي. حساب جول العالمي على تويتر نشر صورة لكريستيانو رونالدو وعلق عليها: رونالدو يضحك في أول مشاركة مع النصر السعودي. فيما معناها يعني إن حساب جول عايز يقول إن كريستيانو مبسوط مستمتع بوجوده في المملكة العربية السعودية، وأيضا كمان مبسوط بالخطوة اللي خدها إن هو بينتقل حاليا للدوري السعودي وبيلعب في نادي النصر. بالمناسبة قبل انتقال كريستيانو النصر كان معروف في السعودية اسم النصر العالمي. فنتمنى إن شاء الله تكون بداية موفقة لكريستيانو. طيب ده الكلام عن الترند العالمي. تدريب الاهلي، يمكن في هذه اللحظات تدريب النادي الاهلي مستمر في ملعب مختار التتش بالجزيره، وبالتاكيد محتاجين نطمن اكتر بقى على التمرين ونشوف اخر الاخبار. قدامكم طبعا اول صوره معانا محمد كريستو اللاعب التونسي الشاب اللي موجود في النادي الاهلي، يمكن موجود في التدريبات بيواصل تدريباته مع النادي الاهلي، وقدامكم كمان يمكن عدد من اللاعبين، كمان في تصعيد لحراس المرمى برونو سافيو قدامنا كمان، ان شاء الله باذن الله يكون جاهز ومتاح لمباراه البنك الاهلي. يمكن ده التدريب الاساسي والرئيسي والختامي قبل مباراه البنك الاهلي. طاهر محمد طاهر كانت اول مشاركه وعوده ليه بعد الاصابه مباراه الزمالك، شارك في جزء منها، النهارده هو موجود في التدريبات الجماعيه، وكالعاده بقى المباراه التنافسيه كله بيحاول يكسب وبيعمل افضل اداء لغايه لما ينزل الكابتن سيد. اول ما ينزل الكابتن سيد كله بيسيب الملعب ليه طبعا. يعني برونو سافيو زي ما قلت لكم، وبالتاكيد ان شاء الله هيكون في استعداد لمباراه البنك الاهلي في تصعيد لعدد من لاعبي قطاع الناشئين عشان ممكن يتم الاستفادة بيهم خلال الفترة اللي جاية. ده بشكل عام إطلالة كده على التمرين، قدامكم يمكن بدأ حوالي الساعة 5:10
وقدامكم حمزة علاء، قدامكم كمان مارسيل كولر المدير الفني للنادي الأهلي، صاحب أفضل بداية للأهلي خلال الفترة الأخيرة. طيب نروح للمشاركات والسؤال اللي طرحناه في بداية الحلقة، توقعاتكم للتشكيل وممكن النتيجة تبقى كام في مباراة الأهلي والبنك الأهلي. أمل الأهلاوية بتقول الشناوي، ربيعة، متولي، هاني، الشحات، معلول، عبد القادر، ديانج، حمدي فتحي، أفشة، كهربا، لو سليم، لو مصاب هيبقى محمد شريف. ناخد كمان رأي معانا، أستاذ أحمد عبد الله بيقول فوز الأهلي 0-2 بإذن الله تعالى، يمكن لما يتوقع التشكيل أي 11 إن شاء الله كلنا ثقة فيهم. الأستاذ محمد خليفة بيقول الشناوي، معلول، ربيع، عبد المنعم، هاني، ديانج، حمدي، عبد القادر، أفشة، الشحات، محمد شريف، وسوف يزيد الأهلي رصيده في بنك الدوري بإذن الله 3-0 للنادي الأهلي. دي كانت أبرز المشاركات اللي معانا في السؤال اللي طرحناه في بداية الحلقة، توقعاتكم للتشكيل والنتيجة، والحمد لله في تفاؤل كبير جدا إن الأهلي ممكن يحرز الثلاث نقاط. في الختام بشكر حضراتكم على حسن المتابعة والمشاهدة، وبإذن الله يوم الأربعاء نلتقي في حلقة جديدة من برنامج الترند، بكرة مباراة الأهلي والبنك الأهلي، كان هنكون معاكم إن شاء الله يوم الأربعاء. شكرا لحضراتكم وإلى اللقاء.